اسمع يا عماد، انا عارف ان كوريا فيها مليون عيب، لكن فيها ميزه مهمه جدا بالنسبه لي، ان لو دخل حسابها 50 مليون دولار مش هتفكر لحظه واحده انها تسرق مليم منهم. يا حبيبي، ما هم عمرهم ما يخشوا حسابها بطريقتها واسلوبها دول. عماد، كوريا بالنسبه لي جزء مهم من الخطه، بس مش هي كل حاجه. اسمع، خليك انت بس معاهم وانا هفضل معاكم من بعيد لبعيد، ونحاول يا عماد نفضل مسيطرين على الموقف. يس ايجيبشن مروان هيز هير تلهم ام بيزي. لا لا لا، بالعكس، اقعد معاه وشوف هو عايز منك ايه. ولعبه عماد، وياك تحسسه انك عايز منه اي حاجه، ما تنساش ان هو اللي جاي لك. انا هقوم اخرج من الباب التاني. اوكي، ليت هيم انت. شفت يا شكري، الواد سوكا قال ايه؟ عاوز يسيب عزوز والكباريه. وانت راجل كمل، بسم الله ما شاء الله عليك، كامل عاقل ذو خبره، فهم رسيه وعي رسيه ذو خبره. ليه كده يا سوكا يا ابني؟ ده بجد دلوقتي نجم فوق قوي قوي. يا عم شكري، فهمني يا عم شكري، انا مش هبطل غنى، انا هترقى واغني للناس الكبيره قوي اللي هم الاي جلاس. بس يا ريت الاموره تدينا شويه فلوس من اللي مخبيهم في الكنبه. فلوس ايه اللي مخبيهم في الكنبه يا ولد؟ ها ياما، فاهميني ياما، انا هاخد منك الفلوس اعمل بيه فيديو كليب ياما، اجيب الواد حاتم الشاعر يعمل لي اغنيه اللي هي بتكسر في الافراح ديت، ولا الحوجه للكلب اللي اسمه عزوز ده. وماله عزوز؟ مش هو الكلب ده اللي كبرك ووقفك على رجليك وعمل لك قيمه؟ يا واطي اخص عليك، ولا ايه يا سي شكري؟ مش الناس كده تبص بعينيها وتشوف، ولا ايه؟ ايوه طبعا، ولا ايه؟ طبعا امك عندها حاجه يا سوكا، مش معقوله يعني تتنكر للراجل اللي وقف جنبك وانت لسه في اول ما اطلع. افهمني بس يا عم شكري، اخو هاجر قطع الاتصال ما بينه وبين هاجر، يعني من الاخر كده عمل مزلقان ما بينه وبين هاجر، من الاخر كده مش مستريح لشغله الكباريهات، وانا هعدي المزلقان ده ان شاء الله يكونني قطر. لما السكرتيره قالت لي ان حضرتك مصري اصريت ان انا اقابلك دلوقتي، مع ان عندي ميتنج مهم جدا مع عملاء ما ينفعش اتاخر عليهم. طبعا انا بشكر حضرتك جدا، واسف ان انا جيت من غير ميعاد سابق. لا بالعكس، انت عارف الواحد لما بيفضل فتره طويله بعيد عن البلد بيوحشوا اللهجة المصري، ولما بيسمعها تحس إن قلبه بيهف كده. مع حضرتك مروان أبو عرب، رجل أعمال وإعلام كبير في مصر. أهلا وسهلا بيك مستر مروان. أهلا بيك. أنا عماد ناصف، محامي وخبير استثمارات في منطقة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا. في الحقيقة هو ده كان توقعي بالظبط، أنا لما شفت اسم حضرتك على الإنترنت قلت يعني احتمال كبير تبقى مصري، عشان كده قلت لازم اجي واتعرف على حضرتك واشوفك. نايس ميتينج يو مستر مروان. انا اكتر طبعا. في الحقيقه انا جيت اليونان هنا عشان خاطر عايز اعمل استثمارات كبيره، بس انا لسه ما حددتش النشاط بتاعي يكون ايه بالظبط، عشان كده قلت لازم ادرس بالظبط السوق اليوناني ومتطلباته واكون ليا فريق عمل. اكسلنت، تفكير منطقي وسليم برضه. عشان كده انا يشرفني ان حضرتك تنضم للفريق بتاعي كمحامي وكرجل بيفهم في الاقتصاد كويس جدا في السوق اليوناني هنا. للاسف مستر مروان انا مش عارف اوصف لك انا مزنوق قد ايه في الشغل. انا عندي 7 عملاء كبار انا ماسك لهم شغلهم في جميع انحاء العالم. فللاسف انا مش هقدر ان انا امسك لحياتك شغلك، ولكن انا هكون تحت امر حضرتك في اي استشاره. مكتبي هيكون مفتوح لك طول الوقت. اسمح لي يا استاذ عماد، نتكلم از بزنس. انا هدفع لحضرتك ضعف اي عميل ما بيدفع لك، بس المهم ان حضرتك تنضم للفريق بتاعي. مستر مروان انا بفهم في الناس كويس قوي ومقدر انا بتكلم مع مين، ولكن للاسف انا ما اقدرش اظلم نفسي ولا اظلم حضرتك ولا اظلم العملاء بتوعي. فعشان كده زي ما قلت لك انا تحت امرك في اي استشاره، ومكتبي هيبقى دايما مفتوح لك. تمام، عظيم جدا. عموما ده الكارت بتاعي. ثانك يو فيري ماتش. واكيد خبره زي حضرتك. شكرا، اكيد هحتاج لها في يوم من الايام كاستشاره. طمنك اني تايم. شكرا لحضرتك، شرفت بمعرفتك. سوري على ما فرصه سعيده جدا مستر مروان. ارسم ارسم، ضاع علينا احنا الترقيه وتقعد ترسم انت.
ترقيت انت هتمثل؟ ده لولا اني اتدخلت في القضيه كان زمانهم نقلوك اداره الكلاب. ماشي يا عم روميو، اقعد انت استنى ست جوليت بتاعتك 10 15 سنه كده لغايه لما تخرج لك وتروحوا انتوا الاثنين دار مسنين. هايدا هتخرج، انا متاكد انها بريئه. انا عملت اللي عليا وسلمتها لهم مقشره، يعملوا هم بقى اللي عايزينه. يدوها حكم، يدوها براءه، يدوها مكافاه براحتهم. انا بقى الاسماعيل بيه عايز يشغلني قضيه غسيل اموال كبيره وانا لسه ما ريحتش، ربنا يستر. بس عارف احنا لازم نوقع الواد اللي اسمه مروان ده، ما ينفعش هي تتبهدل البهدله دي كلها وهو عايش ملك بره كده ومتنعم بالفلوس دي كلها بره مصر. لا توقع مروان ده الموضوع سهل خالص. بص انت تنزل على شوارع اليونان تجيب لك مايك كده وتسيب حالك ومحتلك هنا وتقعد بقى تنادي على مروان، انت فين يا مروان والحاجات دي. انت بتقول فيها؟ انا عندي استعداد اعمل اي حاجه عشان اجيب الواد مروان ده واخلي هايدي تطلع براءة. انت بترسم ايه؟ برسم هايدي. زعل شويه. الله الله الله، ليه بس كده؟ الله، ده طول عمري اقول سوكا هو اللي حبيبي، هو اللي بيفرحني، هو اللي بيزعططني. هو بقول لك ايه يا دارا، سيبك من شويه دول، انت ياما فرحت وياما هتفرح بعدي. اللون شكله كاتم كده يا سوكا، هو ايه الحوار بالظبط؟ الحوار كده محتمل اغني لك ونت هودعك. مين اللي طمعك؟ مين اللي عشمك يدفع لك اكتر؟ الفلوس مش كل حاجه شيء. على فكره يا دارا، انا عمري ما ابيع اي حد عشان خاطر فلوس. من الاخر كده انا امي مربانا على الطبليه، انا مش خسيسه صاحبي. امال ايه الحكايه نجم مصر؟ من الاخر كده ابو النسب مش عايزني اغني في كبرهات، ومن الاخر كده انا قلت له امين، انت عارف ما اقدرش اقول لا. خلاص انت ماضي معانا على عقد لمده سنه، السنه لسه ما خلصتش، بتدفع شرط الجزائي لو عايز تخلع 1,000,000 جنيه، وساعتها بقى انا اللي هغني لك بودعك. 1,000,000 جنيه؟ انت بتحلم يا عم الامور ولا ايه؟ خلاص يا عمنا، يبقى تكمل معانا 365 يوم بالمحبه وبالتراضي كده. يعني ايه ادارك الكلام ده؟ انا بكلمك في الصح عشان خاطر مصلحتك، واسمعها مني انا. النسب اللي جيبك على وشك اديله قفاه. انت شايف كده يعني؟ اه طبعا. حبيبتي يا نجمه مصر، ايه الجمال ده؟ اكيد هو ده الفن الهادف اللي بيقولوا عليه. هادف هادف قوي. بقول لك ايه؟ اشوف وشك بخير انا. يلا حبيبي اتكل، سلام. ده الهادف ده؟ عملت ايه؟ قرصتلي ودنه؟ عيب عليكي، ده انا قطعتها له. سلموني عليك، سلموني عليك، سلموني عليك.
سيبيني في حالي، بقول لك كده مش عايزه اتكلم مع حد. هو احنا مش قد المقام ولا ايه؟ انتوا يا ستات، انتوا يا نسوان، البنت دي بتقول عليكم زباله وحورتجيه. حورتجيه؟ نعم يا روح امك، شايفه نفسك علينا اياك ليه؟ هو انت احسن مننا في ايه؟ ما تشوفي نفسك يا بنت وانت عامله زي الخصايه المصديه. بقول لك ايه انت وهي، انا لا قلت عليكم ولا عدت، وكلمه تانية هنسر شباشب العنبر ده كله على دماغكم. نعم يا روح امك، شباشب ايه يا بنت؟ ده انا اللي هفتح دماغك. انا اللي هفتح دماغك بعيد عني. بقول لك ايه يا ابله، انا هسيبها مخدره لعزوز وبيجي يطلب المليون جنيه. ما بلاش يا سوك، الناس دي ولاد ليل وشوارع وعداوتهم وحش. هو الغنى بالعافيه يا ابله؟ انا اول مره اشوف مطرب بيغني بالعافيه. معلش بقى يا سوك، وان كان على السنه دي نصبرها، وهو تكون عملت لك قرشين ينفعونا بعدين، ويكون عزوز نسي حكايه الكباريه دي خالص، اهو تعمل لك مشروع وتقول له انك بطلت شغل كباريهات. انا زهقت يا ابله، كل ما تفتح من حته تقفل من حته تانيه، مش عارف اعمل ايه. احمد ربنا، احمد ربنا ان هي بتفتح اصلا. مش عارف يا ابله من غيرك كنت اعمل ايه. ربنا يخليكي ليا. هيدا ابو طالب زياره. مالك؟ مالي؟ انت ليه بس بتعملي كده؟ ياه، معاملتي مضايقاك قوي؟ يا هايدا انا شرحت لك موقفي اكتر من مره. اه، وان حضرتك لازم تنفذ القانون، صح؟ ايوه صح. وما دام صح، جاي تعمل هنا ايه دلوقتي؟ طب تعالي اقعدي. اقعدي طيب. اسف بعد ايه؟ انت عارف انت عملت ايه؟ يا هايدا انا ما كانش قدامي اي حل تاني، كان لازم اجيبك هنا الاول وبعدين اثبت براءتك، وبعدين انا وعدتك ان انا هفضل معاكي، وهو ده اللي انا بعمله دلوقتي، وهفضل جنبك لغايه ما تطلعي براءة ان شاء الله. اتفضلي. ايه ده؟ باسبورك الجديد. اها، كنت عند عماد في المكتب واخدته منه. كده انت بقيتي مواطنه سوريه رسمي. اشمعنى؟ ما هو انا كان لازم استغل الحاجه الوحيده اللي انت بتفهمي فيها. وعلى فكره يا كوريا، اللغه اللي انت بتتكلميها دي وفاكراها انها تركي تبقى سوري، وده باسبور سوري. ايه؟ اهي لغه نداره فيها والسلام يا كوريا. انا ما اعرفش ازاي انت اصلا كان ممكن تتكلمي مصري. لا اخوة ان شاء الله، هندية؟ لا لا لا، ابوس ايدك، كفاية عليا التركي. اسمعي، الأوضة دي باسمك دلوقتي، باسمك الجديد، كده مالكيش أي علاقة بمصر. اسمك الجديد ايه؟ نسيت. النبي كنت فاكرة بس نسيت، معلش. يا كوريا حرام عليك اللي انت بتعمليه فيا ده، المفروض ان انت كنت قاعدة مع مروان المرة اللي فاتت وكنت حافظة كل حاجة حصل ايه؟ والنعمة كنت حافظاها، كنت حافظاها، بس هو صعب كده وما بيلزقش في البوق. طب قول تاني، قول تاني كده والنبي. ديما عباس. ايوه هو ده، ديما. ما هو انا لازم انساه، هو في واحده اسمها ديما؟ يا بنتي فاكره ان في حد في الدنيا دي كلها اسمه كوريا؟ انت هتتريق ولا ايه؟ لا، القصد المفروض ان انت سيده اعمال كبيره وعندك منتجعات، قصدي كره سياحيه كبيره جدا في انحاء العالم، في كندا وفي البرازيل، وعندك مدينه ملاهي في تركيا. والنبي انا ما عارفه احفظ كل الحاجات دي ازاي، بس يلا ساعتها بقى يبقى حلها حلال. ما تقلقيش، انا هقعد معاكي واحفظك اماكنهم واساميهم بالظبط. المهم تعرفي ان الحاجات دي نازله على الانترنت بتواريخ قديمه، يعني 5 لـ7 سنين فاتوا، نازله باسمك وبصورك واضحه 100%. نهار اسود، انت نزلت صوري على النت؟ زمن العيال في بطن البقره خدوها وعملوا بيها صور عريان. بطن البقره ايه بس اللي انت بتتكلمي عنها يا كوريا؟ مروان أكيد لما عرف اسمك من المطعم أول حاجة عملها دخل على الإنترنت،
وعمل سيرش عنك انت وعماد بدليل انه هو اتصل بعماد. سيرش ازاي يعني؟ ما تشغليش بالك معلش، كاني ما قلتش حاجه. انا عارف اللي انا بقوله لك ده صعب وانت مش مفروض تحفظيه بالظبط، بس معلش احنا لازم نحاول وعشان خاطري استحمليني. ما انا بعمل اللي عليا والنعمه، بس انا مش عارفه كده، الحاجات دي عامله زي الافلام الهندي وحاساها مش متعشقه في بعضيها كده، وهتلفق في الاخر. مش هتلفق. لا يا كوريا، احنا في وضع مفروض علينا. بصي اعملي بس اللي انا بقولك عليه وهتلاقي كل حاجه ماشيه صح. معرفش بقى، ربنا يستر. ايه اللي انت بتعمليه ده يا كوريا؟ انا عارفه يا خالو كندا اللي ما فيهاش منشر دي. وبعدين انا عايزه افهم حاجه، هي الناس اللي قاعده دي هنا ايه؟ معفنه، لا بتغسل ولا بتتشطف الا ما في حمام واحد فيه شطاف. غيارات ايه وشطافات ايه يا كوريا؟ سود، انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا اللي جبته لنفسي. قلت ايه دلوقتي طيب؟ خش، الباب مفتوح. صباح الخير. يسعد مساك. انا يا عماد ازيك؟ شيل شيل شيل. ايه ده؟ لا لا، بالراحة على الغسيل هيتوسخ. ايه؟ اقعد يا عماد، اقعد اقعد، ما تخافيش على الغسيل. بغسل فيها بقالي ساعة. عملت ايه يا عماد؟ طمني. زي ما قلت لك في التليفون، البيع عايزني انا اللي امسك له شغله، بس قلت له انا مش فاضي. مش فاضي ليه يا اخويا؟ ما كنت امسك له شغله وخد فلوسه وارجع انا. كده احسن يا كوريا، علشان ما يفتكرش ان احنا عايزين منه حاجة. بالظبط. ده راح المطعم تاني، وادى نمرته لواحد من الويترز وقال له لما حد فينا يظهر سواء انا او كوريا يكلمه. تمام يا عماد، كده يبقى ماشي على الخطة اللي احنا رسمينها له بالظبط. خطة ايه اللي احنا رسمينها له؟ الراجل طب عليا في المكتب وانت معايا، خطة ايه؟ ده مش بعيد ليه بيخبط على الباب دلوقتي. يا اختي مين؟ هاوس كيم. يعني ايه؟ وهموني بالصور في السحاب ملهاش اثر، ونزلت مرمي على التراب قلبي اتكسر. وهموني بالصور في السحاب ملهاش اثر، ونزلت مرمي على التراب قلبي اتكسر. مشيت في السكه الطويله وفي وسط الطريق رجعت ميت بالمفيد المختصر. من كتر قلبي ما ضح واتهان واتظلم، حاسس اني واخد بالألم. من كتر قلبي ما ضح واتهان واتصلى، بجد حاسس اني واخد بالألم. ايه مش هينفع يا عم الشغل السكر بيعمله ده؟ الله، ده شكله كده عايز يضرب لي الليله بالاغاني الهفا اللي بيغنيها دي. لا بقول لك ايه، انا ابني ما بيغنيش اغاني هفا، انت اللي مزعله. هو بصراحة ربنا بقى مقموص منك خالص. ايه يا راجل انت تكتبه عقد يقول لك فيه مش عارف الشرط جزاءات ايه مليون ومليونش؟ هو احنا كنا ورثين؟ ايه هو اللي مقموص منك ده؟ الله، هو انا اختك الكبيره؟ ده شغل يا ام. مش في الاداء انت النهارده يا مستكاسك مدي على لطفي بوشناك. بقول لك ايه، مش حاسس كده دمك خفيف شويه؟ الحمد لله. انزل على دماغي شويه. ماشي يا عمنا، اللي علي علي. ايه ده؟ انا مهديك هديه. اقعد يا واد، يا واد اقعد، ما تبقى الزرزور ده. عزوز بيحبك. عزوز بيحبش الا اجيبه بس، وبيحبش الا نفسه. طب بس اقعد اقعد، هدي نفسك واشرب لك كده بقي بايره يهدي اعصابك. يلا مسا الجمال والرضا. عاوز ايه يا طاعون؟ عاوز الخير والمصلحه. ما كانش يتعز يا اخوي. من الاخر كده، صاحب كباريه تاني مستعد يدفع لك تلات اضعاف اللي انت بتاخديه، وتسيبي هذا المكان الموبوء ونبدا هناك من جديد. السكه اللي انت ماشي فيها دي ضلمه، انا وثقت فيك قبل كده ولدعتني، لا يمكن اديك رقبتي تاني. قول اللي وزك عليا اني مستكفيه. في ليله اقل جمالا من هذه هتحتاجي لتعوني. ارحلي. شيخك تكسبتي النيله في يومك اللي عامل زي وشك. تعالي اداني احضرينا والنبي، وصي علينا النجم عشان دلاويها على الاخر. يا اخويا بس انا قفش عليه، كفايه مخليه تلوى زي اللي عندها مغص من الاغنيه اللي غناها اللي زي وشه دي. لا بقول لك ايه، انا ابني ما بيغنيش اغاني وحشه زي وشه. انا ابني بيغني اغاني محترمه. وبعدين انت اللي ما بتعرفيش ترقصي يا اختي. الرقاصه الشاطره ترقص على نشره الاخبار. ما هو مين هيشهد للعروسه يا اختي؟ خلاص يا ناني يا حبيبتي، اهدي بقى واطمني.
النجم مش هيتنيها تاني، واذا كان النجم من بطن البقره فانا لا مؤاخذه صاحب الزريبه. لا 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 يا عزوز، سوكا ما نكلمهوش كده، ده انا الناس عندي كلهم فوقهم، وسوكا حبيب قلبي ده فيكم تاني خالص. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، طب والله العظيم والله العظيم احلى رقاصه فيكي يا محروسه. انت هتشكلوا عليا ولا ايه؟ خلاص يا ناني، سوكا ده في قلبي، كرامه ليك انت بس يا ناني، وربنا يحطنا في الحته اللي محطوط فيها في قلبك من غير ما يدفع لك نص حنجرته يا ستي. سلام. ابو السكاسي، ابو السكاسي في مزموزين عاوزاك. مزموزين؟ ما انا حتى استغربت قلت لهم مش عوايده، بس هي قالت انا عايزه سوكا. قالت لك سوكا؟ اه، هي مزه مهذبه كده وبتقول اسمها الست هاجر. هاجر؟ اه. انت متاكد؟ اه متاكد. اوعى. هاجر في ايه وايه اللي جابك دلوقتي؟ كان عندي مبطشة في المستشفى بس انا ما رحتش، وبعدين كلمتك كتير قوي على تليفونك كان مقفول. ما انت عارف يا هاجر ما بقى على المسرح بقفل تليفوني. الحقني يا سوكا. في ايه يا هاجر كلمني؟ اخويا فواز جاب لي عريس. ايه؟ عريس؟ كرمنا يا رب. دخل. دخل عليه عزرائيل. المرة اللي فاتت لقى معاكي اتنين بادي جاردز، المرة دي جايب أربعة. ده قليل قوي. سامعني يا دكتور نادر؟ لا 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 لا. مساء الخير. أهلا أهلا. مساء الخير يا مترو. ازيك يا مستر مروان؟ أخبارك إيه؟ ده أنا محظوظ إني شفت حضرتك تاني. أنا أسعد، ربنا يخليك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام، أهلا بيك. عيشوا حالكم. اتفضل. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. مروان ابو عرب، رجل اعمال واعلامي مصري. اهلا. انسه ديما عباس من سوريا، من كبار سيدات الاعمال في العالم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي. بس غريبه قوي، انت صغيره في السن على انك تكوني سيده اعمال يعني. عندنا بسوريا مثل بيقول صغير يومه وشهر بيعرف منيح بالدهر. بس غريبة قوي، أنا أول مرة أسمع مثل زي ده. ده زي عندنا كده في مصر، بس إحنا عندنا بقى بالعكس، يعني بيقول لك اللي أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. أيوة صح صح. أنا مش عايز بس أكون أزعجتكم. لا أبدا. اتفضل. أنا أسلم بيك. وحضرتك بقى يا ترى منين؟ من سوريا. من الشام. من الشام. الله، بحب الشام. ويا ترى بقى انت منين في الشام؟ ها حكم، انا الشام حافظها زي كف ايدي. منين؟ من شارع الجامع. شارع الجامع؟ ايه. لا مفيش حته في الشام اسمها شارع الجامع. كيف في؟ ايوه انت تقصدي شارع الجامع الاموي. ايه اللي جنب سوق الحميديه. ايه سوق الحميديه. الله، دي منطقه جميله جمال. انا بعشقها، بالذات كمان انها بتفكرني بخان الخليل اللي في مصر. ايه بسمع فيك، بس بعمري ما زرت مصر. ازاي تبقي سوريه وما تزوريش مصر؟ ازاي ده يعني مصر وسوريا ايه؟ ما حاجه واحده. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. ايه ده اللي مصحيك لغاية دلوقتي؟ مش جايين نوم. طيب انا هخش انام بقى. تصبح على خير. لا استنى مروان، انا عاوز اسألك، انت كنت فين؟ اشمعنى؟ سؤال عادي يعني. في الشغل. طب انا عاوزه اتكلم معاك في حاجه. خير قولي. فاكر الموضوع اللي انا قلت لك لما حاسس نفسي ان انا مش خايفه منك هحكي لك؟ ايه مش خايفه دلوقتي؟ لا مش خايفه. طب اقعدي واحكي. اقعدي. تعالى حبيبي. انا معاك. اوبا اوبا. ها ادي قعدتي. ايه في ايه؟ كنت عاوزة أقول لك إن أنا حامل. أيوة أنا حامل منك.
في ايه يا مروان؟ هو انت سكت كده ليه؟ انت زعلت؟ انت زعلت؟ لا لا، زعلت ايه؟ ولي زعل؟ اصلا انا فرحانه قوي. عارف يا مروان، نفسي اطلع اتمشى معاك واتشعلق فيك كده واقول للدنيا دي كلها ان انا خلاص بقى عندي بيبي من حبيب قلبي مروان اللي سبت كل الدنيا عشانه وجريت وراه لغايه هنا. بعدين اتمنى يا رب ان هو يكون ولد ويطلع شبهك في كل حاجه، في ملامحك وفي شعرك وفي طولك وفي عينيك الحلوه دي، بس اهم حاجه يكون ذكي عشان انت اذكى راجل انا شفته في الدنيا، وده اللي مخليني ان انا عايشه مطمنه معاك، لان انت كل ما تيجي تعمل حاجه تحسبها كويس قوي. مروان، انا نفسي يطلع صوته زي صوتك عشان انت صوتك دافي وكل ما بسمعه بحس ان هو بيحضني كده. مروان، مروان مالك؟ لا مفيش يا حبيبتي، اصل لما كنت في الشغل كنت حاسس بشويه صداع وكده، فواضح ان ده من قله النوم، ف يعني لو ريحت شويه هبقى كويس. الف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. الله يبارك فيك. يلا بابا، خلي بالك. وقد أوضحت موكلتي في تحقيقات النيابة سقوطها ضحية لشريكها الهارب خارج البلاد مروان أبو عرب واستيلائه على كل أموالها بجانب قرض البنك، وأنه يمكن مراجعة ذلك من خلال تتبع خط سير النقود المهربة، وأنه تم تهريبها في جميع مراحلها باسم المتهم الثاني الهارب. ونلتمس من عدالتكم الإفراج عن موكلتي أثناء التحقيقات، حيث أنها لها محل إقامة ثابت ولا يخشى هروبها بدليل حسن نيتها وتسليمها نفسها للسلطات قبل إلقاء القبض عليها كما هو ثابت في المحضر الرسمي. جدد الحبس للمتهمة 15 يوم على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد في الميعاد. وانت بقى عرفتي حكاية الشارع الأموي في سوريا دي منين؟ نبي أخويا اللي أعرفه ولا عمري شفته. ألا أمال إيه؟ شوف، هو أول ما زنقني وسألني أنت ساكنة فين أنا اتلبشت، بعد كده لملمت نفسي وقعدت أفتكر عندنا في مصر، قلت في شوارع كتير قوي اسمها شارع الجامع، وأدام الجماعة السوريين دول برضك مسلمين زينا يبقى أكيد هم كمان عندهم كده، قمت طخاه. طب ما أنت ذكية أهو يا كوريا، بتعرفي تتصرفي. طول عمري والنعم، ده انا كنت بطلع العشرة على مدرسة الصنايع ومرة طلعت السبعة على الفصل عندنا. برافو برافو. بقول يا دكتور، لو انت يعني ما سمعتش اي اخبار تاني عن كبدكي من ساعة يعني ما سمعنا اول ما جينا؟ لا ما سمعتش عنه اي اخبار، ومن فضلك ركزي في اللي انت جاية تعمليه وبس. حاضر، انت ربنا يتوب علينا بقى من اللي احنا فيه ده. تعرفي ان شكلك لايق جدا في الحاجات اللي انت عايزة ربنا يتوب عليكي منها دي. لا يا اخويا شكر، الحمد لله، ده انا عندي مشيتي كده في الحاره برنسيسه كده اهو براحتي بالدنيا، ولا الطقميطه اللي انتوا فيها دي، ده صحيح اللي يشوف بلاوي الناس دون عليه بلوته. تعرفي يا كوريا، الرضا اللي انت واصله له مع نفسك ده هو ده الهدف من الحياه، هو ده اللي كل الناس بتجري وراه ومش عارفه توصل له. لو قلنا يعني مش فاهمه الكلام قوي لكن شكله كلام حلو، شكرا. بصي، النهارده بالليل لازم تقابلي مروان. يا دي النصيبة السودة كوريا، كده فات وقت مناسب علشان نتحرك وبسرعة. يا راجل أنا منين ما بشوف عينين الراجل ده، جدتي كده بتتلبش. أنا عارفة البنت جولي كانت مخدوعة فيه ازاي، ده ريحة الشر فايحة منه كده، ولا اللي شارب حلبة في عز الصيف. الحاجات المقرفة اللي أنت بتقوليها دي، ما أنت كنت ماشية كويس جدا المرة فاتت وأنا سامع، كنت تليفون مفتوح، كنت عمالة أسقف لك وأنت بتتكلمي سوري زي السوريين بالظبط. شكرا يا دكتور. اسمها دكتور. حاضر. اسمعي، وانت قاعده معاه ما تجتهديش في حاجات انت ما تعرفيهاش، وانا نبهت على عماد لو سالك سؤال صعب هو هيرد بالنيابه عنك، وانت اتقالي كده ما تتكلميش كتير. اتفقنا؟ ماشي، ربنا يستر بقى. والنبي انا البت جولي دي صعبانه عليا، يعني هي مرميه هناك في الدقيقه اللي هي فيها دي، وهو هنا عمال يبرطه زي الحمار، عمال ياكل في النجيله، لا النجيله بتخلص ولا الحمار بيشبع. يا باشا، طب وكتاب الله الجندفلي والقعده دي فكروني بابو ايه، كاني في اسكندريه بالظبط. ومين سمع ابو قير وسيدي جابر ومحطه الرمل ومنشيه وبحري؟ الله،
ده انت لففها بقى يا باشا. امال ايه يا ابني؟ انا من الوراق يعني، ما هبطش على اي حته لما اعرف مداخلها ومخارجها واكلها وشربها. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عارف يا ابراهيم، انت بيعجبني فيك انك مش عيل بلط، عيل خفيف كده وبتحب التنطيط. بتفكرني بنفسي ياما كنت بتنطط برضو والدنيا بتخبط فيا واخبط فيها. طب وربنا المعبود، دي شهادة ووسام على صدري يا باشا. اه والله ده شرف ليا. التنطيط حلو اه، بس مش كل حاجة، لازم يبقى عندك ده شغال. التنطيط يجيب فلوس، بس لو في ده يجيب ملايين. اللهم صل على النبي. طب وربنا، انا قاعد بتعلم منك دروس كده ببلاش. او ربنا يا باشا. عشان كده انت لو عندك مخ ما تلعبش معايا. ازاي يا باشا يعني؟ لا مؤاخذه، يعني ما تعملش عليا الحبتين اللي انت بتعملهم مع العيال بتوع بطن البقر. بطن البقر ايه يا باشا؟ ده انا بتاعك منحوت على دراعي. اقطعه لو دراعي كده اقطعه. هو في ايه يا باشا؟ جاسم في اليونان، يعني ما سافرش زي ما انت قلت لي. طب والنعمه دي على عيني يا باشا، كان مسافر، يمكن رجع دلوقتي ولا حاجه، بس وربنا كان مسافر وقتها. ثلاث ايام جربته جربتك. امين. ايه يا هايد؟ ايه يا هايد؟ فرفشي كده يا هايد. صحيح انا مش بطيئك، بس صعبان عليا قعدتك. ما كانوش 15 يوم يا بنت وتجددولك؟ مش حال لما يتحكم عليك يا بنت وتروحي القناطر تعملي ايه؟ مالها يا وينش؟ جددولها 15 يوم عشان كده قاعده زعلان. ومالك يا سميك ايه؟ اسمها هايتي. ودي داخله في ايه هايتي؟ هي لحد دلوقتي مش راضيه تقول، بس انا سامعه الصوله بتقول اللي هي داخله في نصب. نصب؟ طب ده النصابين دول اجدع ناس. يلا يا اختي اضحكي وفرفشي كده. عارفة يا هايدي كله مكتوب على جبيننا يا أختي والنبي. قومي 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 يا هايدي، قومي قومي، تعالي معايا يلا فرفشي. قومي هوي نفسك يلا، قومي يلا بس يا حبيبتي يلا هوي نفسك بقى، ما تقعديش كده. سيبيها يا وينش، شكلها تعبان قوي ومرهقة. خليكي في نفسك يا أختي بس. قومي يا هايدي، قومي قومي يا حبيبتي، قومي. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. قومي يا أختي، قومي يا حبيبتي، قومي يا أختي. تبعدي بس عنها كده بلا مرهقه بلا بتاع. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. والنبي يا اختي يعجبني حنك يا لهوي. الهونه